السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بارائكم تعليقكم، مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه. كنتمنى تنال اعجابكم. مازال ما انضميتوش ليها ولا درتو اشتراك، مرحبا بكم، ديروا اشتراك فضلا وليس امرا، مشاركوا القناه مع الاهل واصدقاء وصحابكم. اليوم غديوه، غنتغداو برا حنايا غير قلال. اليوم غنتغداو ان شاء الله في الجرده، الجو زوين. هاد الطريقه مختلفه، هاد التتبيله دجاج في الفران بتتبيله زوينه مختلفه، وسلطه ديال الكينوا. السلام عليكم، غنبداو على بركه الله. هنا درت واحد البصله قشرتها، ثلاثه الفصوص ديال الثوم كبار، حامضه، وفلفله حمراء صغيره، الربيع الاخرون نديرو عندي ديال المجمل. اذا غادي نبقى هذا الشيء ونرجع معاه صافي. بعد ما تطحن غادي نزيد الربيع والكزبر هما، وغادي نبدا ندير في التوابل. بالطبع ملح، بيناكم ملحة كثيرة بالطبع، الإبصار، شوية تحميرة، تحميرة اللي مشاركة معكم اللي طحنتها لراسي، كترت شوية، طبع سكين كبير، سالا ليا العرق طري. المهم هذا حتى هو راه مزيان، وخرقوم شويه تحميره حاره بحال هكا، والكمون غندير شويه ديال الكوري كيجي زوين في الدجاج بحال هكا، كثرت منه مزيان. شويه راس الحانو، ماشي راس الحانو، الكوزه، وكذلك شويه ديال القرفه، غادي ندير الزيت شويه كثير، زيت زيتون، وشويه الزيت العادي بحال هكا. نخلط هذا الشيء مزيان، ندير شويه الماء، ونخلط هذه المكونات. شي طريفه تاع الفلفل باقين باقين صحاح، صافي صافي. خديتش هكا شي حاجه كتدخل الفران، ما بغيت ندير كلشي في بلاصه وحده، كيكون ساهل وصحي وما تكثريش عليك الماعين. المهم البطاطا هنا نقيتها، الدجاجه حتى هي انا غسلتها مزيان وخليتها كتستقطر، وغادي نديرها بهاد التوابل مزيان. غادي ندهنها من التحت ومن الفوق، بسم الله. بحال هكا ندير حتى هنايا شويه العطريه، من الفوق كذلك. درت هذا صغير، غسلت هنا الفلفله، وهذا باش نديرهم حتى هما لتحت حتى هما في الجناب، ولكن التفصيل درته صغير ماشي مشكل. باش نديرو في طاوه كبيره، كنبغي انا نفضل اي حاجه اللي كتدخل الماكينه باش تسهل عليا، باش حتى حاجه ما نغسلها بيدي، كلشي كندخلو للماكينه.
صافي. الا عندكم الوقت كتخليوها بحال هكا تشرمل مزيان، ما عندكمش الوقت راه تخشيوها في الفرن ديريكت. كنزيد هاد الشرموله اللي بقات ليا كنخويها هنايا بحال هكا. غادي نحاول ندير واخا غير قطع من هاد الفلفل بحال هكا في الحمراء وفي الفلا، تكون عندنا خضر ويكون طبق فيه الالوان. ما غاديش نقدر ندير كل شيء للاسف، غادي ندير هنا وهنا باش يكون واضح معكم. هادو تاهما زوينين شريتهم صغار شهاوني. غادي نديرها بحال هكا. المهم غنقدر هذيك الخضيره من بعد ندير ليها شي حاجه، ومن الاحسن اننا سمحوا لي نضربوا الدجاجه هكا باش كتدخل ليها العطريه وكتدخل ليها الطياب بحال هكا. الفخاد والصدر نضربوها مزيان. بحال هكا نقدروا دوك التقيبات تاهما نخشيو فيهم هاد اللقامه هاد لاصوص شرموله كل واحد اش يقول ليهم. وغادي نديرها في الفران 180 درجه تقريبا ساعه ونص، ومن بعد غادي نقلبها. الا زدت عليها شي حاجه راني غادي نقولها لكم. بالطبع نقدر ندهنها من بعد ملي تخرج شويه من الفران. نزيدوا هاد التتبيله فوق الفلفله وفوق الدجاج، طاحت شويه هنايا اذا. وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر، انا عزيز عليا الزعتر في الماكله هكا غير نحكم ما بين يدي. بارك عليها فيها الزيت، ندير قطيره ديال الزيت من الفوق كيساعد حتى على التحمار. صافي بركه هكا. وغادي ندير هاد الورق الورق ديال الالومنيوم، المهم راه فوق ماشي ديريكت في الاكل، ما كنفضلوش انا الاكل ولكن ما كنستعملوش بزاف، ولكن بحال هكا شي مره ضروره. صافي هكا وغادي ندخلها الفرن ان شاء الله ونرجع لكم. صافي خديت هنا واحد القدر ديال الكينوا قدر اللي بغيتو. غادي ندير الماء غير بارد. صافي وغادي نخليها شويه تسلق، هي راه ما كتاخذش بزاف الوقت، ماكسيمال كاع 10 دقائق على حسب الكينوا، كاين اللي غليظه وكاين اللي رقيقه. شويه الملح صافي غنحركها. ونخليها حتى تطيب. راه قلت لكم ما كتاخذش الوقت، على الاكثر ماكسيمال شي 10 دقائق. ها هي طلقات، انا خدات مني اكثر من 10 من تقريبا نقولوا 10 حتى 12 دقيقه ولا اكثر، اكثر شي شويه 12 دقيقه تقريبا. المهم ملي كدير واحد الغلاف هكا كتعرفوها راه طابت شفتوا او كتذوقوها. صافي دابا غنصفيها نخليها تبرد ونرجع معكم. هانتوما هي بعد ما دازت ساعه ونصف، هانتوما هي بدات كطيب كتشوفوا معايا لالا. هانتوما كنخشي فيها الموس ساهل. اذا غادي ندهنها دابا بشي صلصه وغادي نرجعها تحمر، غنحيد عليها البطاطا حتى هي راها طيبه. انا كنمس فيها زدت واحد الحراقه قبيله، انا عز عليا الحال باش ما بغيتو دينها نتوما بالزبده ولا. انا غادي ندير شويه ديال المطارد ونخلي نعريها ونخليها تحمر.
الكينوا كيما شفتوا راها طابت. انا دابا غادي ندير لها صافي بحال هكا، وغادي نرجعها واحد شويه. شوف هنا السدر ها انتم راها طايبه، خاصها غير تحمر. الفلفلة تشوفوا معايا البطاطا ها انتم شفتوا. صافي غنرجعها للفران نقولوا تقريبا ثلث ساعه حسب نص ساعه، وتشوفوا من بعد التقديم النهائي. الكينوا ها هي بعد ما بردات سقطرات من الماء وخلات فيا الهضره. هنايا غنوريكم هكا راني زربانه كما كتشوفوا. هنا شويه الكورنيشو، شويه الخيار، فليفله خضراء، فليفله صفراء، فليفله حمراء، شويه الزيتون وواحد مطيشه. غادي نخلط هذا الشيء هنايا. شي حاجه بارده اليوم، الجو زوين، الجو سخون، وشي حاجه صحيه. صافي دابا غادي نسلمها. الى عندكم عصير الحامض من الاحسن ديروا عصير الحامض. انا غندير شويه ديال الخل، خل التفاح سهل عليا، ندير الخل عادي، شويه ديال زيت الزيتون غير شويه قليل فقط، قليل من الملح، كنرافقوها لاي حاجه عندنا. المهم الملحه ما كثرتش حيت راه كاين حيت سلقتها بالملحه، وشويه البزار هذا الملون غندير منه شويه. نتوما اي بزار عندكم ديروه، انا غندير واحد شويه من هذا. صافي بركه عليها، بلا ما نكثروا شي حاجه اخرى، نخليوها صحيه. هلا راني مشاركه معكم سلطات اخرين، وسلطه ديال الكينوا. الكينوا راها مغذيه، الفوائد ديالها الصحيه راها رائعه. وبس طيحت. اذا كان هذا هو الطبق، غادي نضرب واش هي هذيك. بسم الله. ما عاد قلتها لكم ولا لا، شويه الزيتون حتى هو ها هو. صافي بارده منعشه مغذيه، نتمنى تجربوها ان شاء الله بدون جلوتين. اصحاب الكيتو، اصحاب لو كارب دايت، الحميات متعدده وصحي ولذيذ، وخا ما كتبعوا حتى حميه، المهم انها صحيه.